كابتن اسامه، الف مبروك، فوز كبير، ولكن يبقى شوط تاني ان شاء الله في القاهره. ده نفس الكلام اللي الكباتن قالوه، طبعا مبروك للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني الشوط الاول، لكن لسه طبعا مباراه تانيه، وده طبيعه النادي الاهلي دايما بس فوز مطمئن. يعني هيديك ثقه في المباراه اللي جايه، ممكن تشوف برضو عناصر تانيه. حمدي فتحي خلي بالك عنده الانذار الثاني، تخشى ياخد الانذار الثالث غيب عن المباراه النهائيه، فيبقى ليها حسابات تانيه. دي التفاصيل الصغيره، لكن على ارض الواقع انت بتحط قدم لسه القدم الثانيه ان شاء الله بتاكيد المباراه الثانيه. النهارده بمكسب الاهلي على الترجي بثلاثيه في ملعب رادس، في مكاسب وايجابيات كبيره جدا النهارده. طبعا النهارده ان النادي الاهلي او فريق بطل بيكسب خارج ملعبه، بيكسب فرقه كبيره بتاريخها زي الترجي في الدور قبل النهائي وعلى ملعبها خارج ملعبك، دي بتدي ثقه للعيبه وبتدي رساله ان النادي الاهلي شخصيه البطل وانا مركز على البطوله، فدي رساله مهمه جدا. الحاجه الثانيه برضو من الارقام القياسيه الشباك النظيفه، ودايما كنا بنقول الفريق اللي عايز ياخد بطوله ينظم خطوطه الدفاعيه، ما كناش بنتكلم على النواحي الهجوميه. النهارده المباراه العشرة على التوالي يا كابتن ايمن، 9 مباريات شباك نظيفه للنادي الاهلي، مفيش غير كان الهدف اللي جه في مباراه الكاس كان امام بيراميدز، لكن ال10 مباريات يعني بتتكلم في 9 مباريات من 10 مباريات يعني كلين شيت شباك نظيفه للنادي الاهلي، وهي دي النقطه الايجابيه اللي كنا بالنادي بيها، ودي تغيرت بعد مباراه سان داونز. تحس النادي الاهلي بعد مباراه سان داونز بقى في شكل وشخصيه تانية مختلفه. كولر تطور على المستوى الدفاعي، النهارده الخطوط متقاربه جدا، النهارده النواحي الدفاعيه والتنظيم الدفاعي كان مهم جدا وشفناه على اعلى مستوى. ودايما بقول الفريق البطل اللي دايما بيبحث عن بطوله دايما طول ما هو عنده حارس قوي، طول ما عنده خطوطه متقاربه، طول ما عنده دفاع قوي بيقدر ياخد البطوله. ده اللي احنا شايفينه تطور بشكل ايجابي وشكل كبير مع كولر خلال الفتره السابقه، ودي كانت من النقاط المهمه. اي حد هيقلل من فريق الترجي ومكسب النادي الاهلي وممكن يقول النادي الاهلي كسب فريق اقل من العادي فريق الترجي، لا ده انا عايز افكرك ونرجع لورا شويه. افتكر لما الترجي كان في دوري المجموعات يا كابتن ايمن وهو متصدر مجموعته، متصدر مجموعته اللي كان فيها مين؟ شباب بلوزداد الثاني، الزمالك الثالث، المريخ السوداني الرابع، فدي ما كانتش مجموعه ضعيفه. الترجي كان في افضل حالاته. هو اخر شهر ده الترجي بمر بعدم الاتزان، غياب لعيبه عنده مهمه زي رياض بن عياد والهوني والاصابات، احداث شغب الجمهور وعدم تواجده النهارده، خسر ماتشين في الدوري، لكن يظل الترجي من اقوى الفرق الموجوده في افريقيا. والفرق دايما لما بتبتدي دوري ابطال افريقيا بتقول لا الترجي من الفرق المرشحه، فاحنا بس بنفكر الناس كان حال الترجي ايه في دوري المجموعات. متصدر على مجموعه فيها كانت من اقوى المجموعات، شباب بوليسداد، الزمالك، والمريخ السوداني. الحاجه الثانيه برضو وكسب شبيبه القبائل في ماتش الذهاب في الجزائر واحد ورجع 1-1 في تونس. النهارده برضو من المكاسب انت قدرت في بعد ما حسبت المباراه ريحت برضو لعيبه، بدات تدي خالد عبد الفتاح عشان يكتسب الخبرات الافريقيه عشان الفتره اللي جايه. النهارده اديت القندوسي اللي ماشي بقاله فتره بقاله كويس في مباراه السوبر ويعني وبدا يثبت اقدامه مع النادي الاهلي وبدا يحصل عمليه الانسجام جوه الفريق، فبياخد فرصه النهارده. برضو طاهر محمد طاهر بعد غيابه بعد فتره، احمد عبد القادر، محمد شريف اللي كنت اتمنى وكان فيه مساحات كان ممكن يسجل النهارده لو ركز في واحده من يعني راح فيها كان ممكن يسجل فيها وكان ممكن يشوف النتيجه الرباعيه. النهارده النادي الاهلي كان افضل من الترجي في كل شيء. النهارده الحاجه برضو الايجابيه عكس مباراه الرجاء، مباراه الرجاء انت كنت بتدافع مباراه 90 دقيقه، النهارده انت طورت نفسك، كنت بتدافع وطورت الشق الهجومي. كان النهارده الهجمات المرتده اشتغلت فيها بشكل افضل، وده اللي ساعدك خط وسط الترجي ومدافعين الترجي عدم التمركز الصح. طبعا النادي الاهلي بدنيا افضل من الترجي، النهارده للدقيقه 90 او طوال المباراه النادي الاهلي هو الاسرع، الكرات المشتركه هو الافضل، التحول الدفاعي الهجومي النادي الاهلي اسرع وكان ممكن يزيد من عدد الاهداف. تشعر ان انت النادي الاهلي ممكن يلعب مباراه ثانيه. انا مش حاسس بالنواحي البدنيه فعلا. النادي الاهلي وقع او لا مثلا حصل جداً. فروق لا ده بالعكس لاحظناها على الترجي بدايه من الدقيقه 75 صحيح.
تحس قبل كده اسامه كان انا بقول من نهايه الشوط الاول قبل 75 اسامه مبدنيا الترجي تراجع واضح جدا. بص الارتداد الفرص اللي ضاعت اتكلمت عليها انت دلوقتي، وبصوا الهدف الثالث، بص المنظر يعني مش عارف 5-2 مظبوط.